قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. جينا سليم. جينا سليم فنانة ظهرت في السنوات الأخيرة وبقوة من خلال الدراما المصرية، بس قبل ظهورها في قصص وحكايات كتير ومش معروفة عن الفنانة جينا سليم. دخولها الفن كان صعب جدا، عشان كده ظهرت بعد سنوات كتير من قرار دخولها الفن. ليه كان دخولها الفن صعب وازاي دخلت الفن بعد كده؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. وإيه هي حياتها قبل دخولها الفن؟ فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. جينا سليم اسمها الحقيقي جورجيت سافيدس، والدها يوناني وهو رجل أعمال، ووالدتها إيطالية، أما تاريخ ميلادها فهي بتفضل ما تقولهوش. وطبعا إحنا كأسرة قناة قصة حياة المشاهير بنحترم رغبتها، بس هي من مواليد القاهرة. من وهي طفلة صغيرة حبت الفن والتمثيل جدا، وفي يوم قرت إن في إعلان لاختيار نجوم تبع شركة إنتاج الفنان رمسيس، ولما راحت وعملت الاختبارات اتقبلت على طول، وطبعا فرحت جدا. بس الفرحة دي ما كملتش لما قالت لباباها على قرارها إنها تبقى ممثلة، لأن باباها غضب جدا لدرجة إنه ضربها بالأبقاب لأنه ما كانش حابب إن بنته تدخل مجال التمثيل، وهي كانت مصرة على موقفها، فقرر إنه يضربها علشان تتخلى عن الفكرة دي. والسبب وراء رفض باباها دخولها مجال التمثيل ده لأنه راجل أعمال صارم جدا، وشايف إن هدف البنت اليونانية إنها تتجوز وتخلف كتير وتكون شاطرة في المطبخ وبس. وقدام إصرار والدها وغضبه قررت إنها تتخلى عن حلمها مؤقتا لحد الفرصة ما تيجي، وركزت في دراستها اللي تفوقت فيها جدا لدرجة إنها دخلت الجامعة الأمريكية وهي عندها 16 سنة بس. وفي فترة دراستها كانت بتشتغل كموديل في مجلات الأزياء العالمية. درست الفنانة جينا، واللي هنذكر إزاي تحول اسمها من جورجيت لجينا بعد شوية، في كلية الأداب قسم علم نفس. وبعد تخرجها اشتغلت مع والدها لمدة سنتين، بس الشغل مع والدها ما لقيتش نفسها فيه، عشان كده قررت انها تستغل دراستها في خدمة المجتمع، فسافرت لجامعة جينكس كوليدج في لندن ودرست بالمعهد الوطني للطب النفسي ومركز الإدمان عشان تحصل على ماجستير في علوم الصحة العامة والإدمان. بعدها سافرت لأمريكا للحصول على دكتوراه في تخصص علم النفس الإداري والمهني من جامعة جنوب كاليفورنيا الجنوبية في الفترة من 2007 ل 2012. قبل ما تدخل في عالم الفن اشتغلت كمستشار لأكتر من شركة عالمية زي فودافون وكوكاكولا ولوريال وهينكل وأوراكل والبنك التجاري الدولي CIB. بس برضو فضل حبها للفن ملازمها، فقررت إنها تجمع بين دراستها والفن بس بطريقتها. فقدمت الدكتورة جورجيت خدمة سايكو سينما للسينمائيين، يعني بتساعد الفنانين من خلال الورش الجماعية والاستشارات عشان الفنان يوصل للأبعاد النفسية للشخصيات اللي بيقدمها، وده عن طريق تفاعل بين الفن وعلم النفس. وفعلا بدأت تقدم جلسات لحد ما استعين بيها الفنان آسر ياسين عشان تساعده في مسلسل 30 يوم، واللي كان بيقدم فيه دور دكتور نفسي. ولما ساعدته وعرف إنها بتحب التمثيل قال لشركة العدل، وبالتحديد مدحت العدل عليها، واللي اقتنع بشخصيتها المثقفة وإنها كمان بتتكلم 5 لغات، فعرض عليها إنها تشتغل في مسلسل لدينا أقوال أخرى في دور دكتورة نفسية. والفنان مدحت العدل هو اللي غير اسمها من جورجيت لجينا عشان يبقى اسم فني سهل. قبل ما تقدم أعمال فنية تانية أخدت ورشة تمثيل في أكتر من مكان عشان تشترك بعد كده في مسلسلات كتير زي لؤلؤ، الرحلة، موسى، زي الشمس، فرصة تانية، صاحب المقام. ولا زالت الفنانة جينا تجمع بين المهنتين التمثيل والطب النفسي. كان معاكم رشا رجب.